تسرعت أيها المتابعون، أيها المستمعون الكرام الأفاضل هناك خلف الشاشات وعبر قنوات الريان، أيها المستمعون عبر الأثير فم، أرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية، في هذه الانطلاقات وفي هذا المهرجان والكرنفال الكبير، مهرجان المؤسس رحمه الله وطيب الله ثراه على بركة الله، تعلن الانطلاقة ويعلن الاندفاع. أطلقت شارات التحدي وأطلقت صافرات الانذار لتعلن انطلاقة شوط جديد من أشواط التحديات الكبيرة ما بين هذه الشعارات العريقة، شعارات المؤسسات الثلاث الكبرى. الشوط التاسع مخصص للجذاع الابكار تويوتا لاند كروزر جيكس بانتظار الاسم الفائز بمقدمة الشوط، الورقة على الصدارة، الورقة على المقدمة. هجن الشحانية تعلن الانطلاق الكبير على أول التحديات بمتابعة من العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني وتابع فتنة على المركز الثاني انطلقت هنا بشعار هجن الشحانية، يتابع الشبل جابر بن سالم بن جابر بن فران المري والمركز الثالث، وتابع الانطلاق وتابع الوصول من الشرود، وصلت هنا بشعار هجن الرياسة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، وصل الفيلسوف ليقدم لنا الشرود. المركز الرابع وتابع وعد، بدأت بالانطلاق وعد هنا بالشعار الحمر وشعار هجن الرياسة، يتابع أبو الجمايل علي بن جميل الوهيبي، هذه الأسماء الأربع. وتابع خامس التحديات وصول لزايم على المركز الخامس، وصلت بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي، من يتابع انطلاقة لزايم. هذه الأسماء الخمس المتواجدة في مقدمة هذا الشوط، يا هي أسماء يا هو تواجد للمؤسسات العملاقة، للمؤسسات الكبيرة على مقدمة هذا الشوط. وتابع أول الأسماء، وتابع الورقة، الورقة 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 على مقدمة الشوط، انطلاقة العملاق، انطلاقة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا الورقة مع الشعار العنابي الكبير. المركز الثاني يتابع انطلاقة فتنة، فتنة على المركز الثاني، وصلت هنا مع الشبل على ثاني التحديات، يقدم لنا فتنة بشعار هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فارون المري. بدأت التحركات، بدأت الانطلاقات، وتحركت اليمامة لتشن الهجوم على المراكز الأمامية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي، من يتابع ويقدم لنا اليمامة. المركز الرابع وتابع وصول الشرود، وصلت الشرود لتعلن حضور شعار هجن الرياسة بقيادة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، وتحركت عواصف 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 عواصف، هبت العواصف يا غياث الهلالي مع عواصف بشعار هجن العاصفة. وتابع القدوم، وصلت الشاهينية هنا لتنطلق بشعار هجن الرياسة، انطلق أبو الجمايل مقدما لنا الشاهينية علي بن جميل الوهيبي، ولكن غاية غاية غاية، وصل المشاغب، وصل من يقدم الأسماء الكبيرة في هذا المساء الكبير، ويعلن حضور الشعار العينوي الكبير هنالك، وانطلاقة هذه الأسماء مع منصف ومع منثورة يقدم لنا في هذه اللحظات غاية. والناموس هو الغاية، والمطلب هو الغاية، يا أيها المسلمين
المشاغب 2 كيلومتر عواصف تسللت او هنالك لزايم 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 تحضر في وقت اللزوم يا غياث الهلالي بشعار هجن العاصفة انطلقت لزايم على اول التحديات الورقة 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 على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية يقدمها لنا العملاق العملاق وتابع عواصف 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 هبت عواصف العاصفة في هذا المساء مع عواصف غياث الهلالي غايح رابعا مع المشاغب هنا بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المركز الخامس مدد 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 وصل المدد من طيوف بشعار هجن الشحانية امدادات للورقة تصل بها طيوف سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي 1200 يا أهل الجذاع يا سلام انطلاقة اليمامة 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 عاصفية عاصفية ولا شحانية الكيلومتر الأخير الكيل الخطير الكيل والتعب واللي تعب أنا أشهد أنه تعب وحتى أنا تعب كيلو الذهب كيلو الذهب يا المشاغب ذهب واسم لطالما تواجد مع الذهب مع غاية 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 لزايم اليمامة 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 عاصفية 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 اليمامة اليمامة هجن العاصفة هجن العاصفة 500 متر الأخيرة وغاية ما زالت تحاول مع المشاغب السلوم يا سلوم يا سلوم اليمامة اليمامة غاية غاية عادت غاية عادت غاية اللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة غياث الهلالي غياث الهلالي سلام اليمامة سلام 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 دارة الدنيا دبي 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 مع اليمامة هجن العاصفة غياث الهلالي سلام لمحبي هذا الشعار سلام لجماهير هذا الشعار مع اليمامة هنا بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي مشكور يا الهلالي مشكور تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت غاية بشعار هجن الشحانية المشاغب قدمها بالأداء الكبير وثالثا وصلت عواصف أيضا بشعار هجن العاصفة هبت عواصف العاصفة في هذا الشوط مع غياث الهلالي رابعا وصول الغزيل بشعار هجن الشحانية الذهبي قدمها سالم بفران المري وخامسا وصلت عنايد بشعار هجن الشحانية وكان الوصول هناك مع الشبل جابر بن سالم جابر بفران المري لحظات التوقيت الزمني هنالك في هذه الأثناء وانطلاقة اليمامة شعار هجن العاصفة 8 دقائق 57 ثانية 4 أجزاء من الثانية سلام العاصفة سلام وسلام لغياث الهلالي سلام المركز الثاني غاية غاية قدمت الأداء الكبير هنا بشعار هجن الشحانية كان المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية 8 دقائق 57 ثانية 8 أجزاء من الثانية سلام المشاغب سلام وسلام للعنابي المركز الثالث كان الوصول هنالك من عواصف هجن الشحانية هناك والقدوم من هجن العاصفة غياث الهلالي 8 دقائق أو 9 دقائق بدون أي ثواني 7 أجزاء من الثانية سلام للعاصفة سلام هذا الفوز مشكور يا غياث الهلالي تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحير الميكروفون في هذه اللحظات.